السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد عماد من قناتي المتواضعة. النهارده أنا في كذا جاي كذا بلانكا علشان ألفها كلها في يوم واحد، كل حاجة ممكن تتعمل في المدينة دي أنا ناوي أعملها في الفيديو ده. يبقى طويل بقى ماليش فيه، بس هيبقى فيديو جامد ووعر وهيبقى مليان أنشطة وأكتيفيتيز وصلاة تراويح وحاجات كتير قوي من اللي قلبك يحبها دي. فندخل في انترو، ندخل في الانترو الجاي ويلا بينا. فيديو النهارده برعايه شركه تانك. شركه تانك هي انجح شركه في افريقيا في صناعه فلاتر المياه. الشركه ديت عندها خبره اكتر من حاجه و30 سنه وبتصدر لاكتر من 25 دوله. انا كمحمد بستخدم الفلتر ده الثلاث مراحل بقالي في بيتي اكتر من 11 سنه. ليه؟ لان الميه اللي بتنزلها من الحنفيه مهما كانت نقيه جدا فهي بتاثر على جسمنا وبتاثر على الكليه بتاعتنا، فمن الافضل ان احنا بنجيب فلتر. الفلتر دوت يساعد في فلتره المياه. الفلتر بيكون مكون من ثلاث شمعات الثلاث مراحل، شمعه بتحيد الترسبات وشمعه بتحيد الطعم وشمعه بتحيد الريحه. لو الميه كانت مش نظيفه بنلجأ للفلتر الخمس مراحل. كانت الميه فيها ملوحه او في مدن زي جلميم او سيدي افني بنروح للفلتر السبع مراحل عشان يحايد الملوحه. الشركه عندها طبعا منتجات كتير، الثلاث مراحل، خمس مراحل، ست مراحل والسبع مراحل. واللي بيسأل الفلتر شكله من جوه عامل ازاي، ادي فلتر الثلاث مراحل وادي فلتر الخمس مراحل. فلتر الثلاث مراحل سهل جدا التركيب، هو الخمسه تقدر ان انت تركبه وتشتريه وتركبه بنفسك. العيبه هذه بتتركب في الروبيني وسهله جدا، والميه بتنزل من هنا بعد ما بتتفلتر، تعدي من اول مرحله ثاني مرحله ثالث مرحله وفي دوت نفس الوضع. الفلتر فابور، الريفريز فابور في المغرب كامل والاداء عند الاستلام، وتقدر تطلبه من الموقع. هتدخل تملى بياناتك، تكتب اسمك وتكتب العنوان، تكتب رقم الموبايل، واحنا هنتصل بيك ناكد معاك الاوردر ونبعته لك ويوصل لك باذن الله وتنور شركه تانك. ودلوقتي اتقابلت مع عمودين من عمدان كذا، حاجه اساسيه هنا ان انا اقابل عثمان وسهيل، هم النهارده اللي هيدوروني في كذا. فشكرا جدا لكم، صحاب عزاز عليا جدا من ساعه ما جيت المغرب، هم الجواهر اللي طلعت بيها من المغرب هنا. ناس الله يعمرها دار، محترمين، اخلاق، جدعين، حاجه كده جامده. فيلا بينا، هتلففوني كذا في 24 ساعه ان شاء الله، ندور كذا كامله. يلا بينا. ودلوقتي جينا ساحة الأمم المتحدة، وهندخل دلوقتي باب مراكش. باب مراكش هو الباب اللي هناك، هندخل المدينة ونتسارى فيها بإذن الله. ودي بقية الساحة، منظر جامد جامد جامد. ودي محطة التران اهي اللي هي. دلوقتي دخلت شارع جامد لسه مكتشفه سهيل من كام يوم وعرفني عليه. الشارع دوت فيه تفاصيل وعره، تفاصيل جامده. المغرب مغربنا والصحراء صحرائنا. دايما وانت ماشي في المدينه هنا في كذا هتلاقي رسومات للوداد. المدينة هنا معروفة ان هي ودادية، درب السلطان رجاوي هنا المدينة ودادية. كل الناس اللي هنا اغلبهم ده لو ما كانش كلهم وداديين، ورسمين بقى زي كده في المحلات في الحيطان جرافيتي عن الوداد. دلوقتي داخلين مطعم اسمه السقالة، موجود اصلا في حافة المدينة. بصوا المنظر هنا جامد. دي مدافع، المدافع بتاعت زمان، وده سور المدينه، ودي ده سور المدينه اللي احنا طالعين من عليه. ده المدفع الحقيقي، ودي المدينه والمطعم هنا. ديزاين المطعم ومكانه جاي في بلاصه واعره. ودي دلوقتي السقالة أو السقالة وعم سهيل.
ايه المكان اللي احنا فيه او ايه الصقالة وليه اتبنت؟ في المغرب كامل يعني اي مدينه مشيتي لها غتلقى واحد البلاصه سميتها السقاله. وبالنسبه للسقاله ديال كازا كانت بحال هذه بحال حصن، يعني جات هي في الواجهه ديال المدينه القديمه، يعني المدينه القديمه وراها وجات هي في الواجهه وكتطلع على البحر المحيط الاطلسي. يعني كانوا هاد المدافع اللي محطوطين هنايا بحال قلتي حمايه من العدو الاجنبي، يعني الناس اللي جايين في البحر كيكونوا موجهين لهم هاد المدافع. والقصبه معروفه بالحضاره ديالها البرتغاليه مع الاندلس، يعني كتلقى مزيج من البنايات ديالها بحال البرتغال ولا بحال الاندلس، بحال الشكل اللي كاين في الصويره وكاين في الاصيله، تقريبا نفس البنايه اللي كاينه هنا. احنا دلوقتي جينا فين الساحة اللي مليانة حمام دي؟ هاد الساحة اللي فينا هنا كنقول لها ساحة الحمام، جات في السونتر ديال كازا بالضبط. كاينين هنا بزاف ديال البلايص اللي مهمين، عندنا المسرح اللي تحل جديد، كاين بنك المغرب، ورانا مجلس مدينة الدار البيضاء والمحكمة. هاد البلاصة كيجيو لها توريست بزاف، يعني معلمة هاد ساحة الحمام. في الأول كانت في تجي، من بعد فاش داروا المسرح عاودوا ردوها على هادشي. لا جامدة. زوين. ودلوقتي جينا الحبوس، منطقة من أقدم المناطق الموجودة في كازابلانكا. الصاد، بما إننا بقى في الحبوس، كلمتين كده تاريخ عن المكان اللي احنا فيه ده. الحبوس من أقدم الأحياء اللي كاينين في كازا وحتى في المغرب، يعني كانت البداية ديالو في تقريبا 1916 1917، البداية ديال الاستعمار، وكانوا خداو المغاربة على أساس ركن ولا قطب ثقافي وديني، حيت كاين فيه مكاتب ديال وزارة الأوقاف والشؤون، وكاين يمكن حتى الوزارة ديال الأوقاف والشؤون، كاين حتى القصر الملكي كاين هنايا، وحتى إلى الناس اللي بغاو ياخذوا الملابس التقليدية، الجلالة بجبادور، كاين كلشي كيتباع هنا. والمسجد ده؟ هاد الجامع سميتو المسجد المحمدي، حتى هو عنده تاريخ قديم في الحبوس، يعني كنت بنا في الثلاثينات ولا في الاربعينات، بناه السلطان بن يوسف. في الحبوس هنا الدنيا زحمة جدا، وكله هنا بيشتري لبس العيد اللي هو اللبس التقليدي زي ده كده. الدنيا زحمة زحمة يا دنيا زحمة. ودلوقتي هنروح للقطب المالي، أكبر قطب مالي في أفريقيا اللي هو في أنفا، وهنركب الترام، هنروح بالترام، حاجة كده جامدة وتجربة جامدة. تعالوا يلا نشوف الترام هنا في كذا كيفاش داي. مطبق ليه يا عم؟ ده عايز درهم تاني. ورا عطيته واقيلا 7 دراهم. لا دفع المكنة كانت 9. خدها من التحت، راه خرجت من التحت لتحت. هاي بص، رجعت لي الدرهم الزيادة. الله انت حلال. التذكرة هنا مختلفة. دلوقتي نزلنا في محطة ترام القطب المالي، ده القطب المالي كله شركات زي ما انتم شايفين، حاجة كده جامدة. هو أصلا القطب المالي ما زال بيتوسع لحد دلوقتي، أكبر قطب مالي في أفريقيا،
كله شركات شركات شركات، حاجة جامدة. ودلوقتي جايين بارك اسمها انفا بارك في نفس المنطقة اللي احنا فيها ديت، حاجة كده بسم الله ما شاء الله جميلة ومجانا. هندخل نشوفها دلوقتي، يا رب تعجبكم. الحلو بقى في الحديقة انك هنا تسكن في القطب المالي، في وشك، في وش البلكونات على طول الحديقة ديت اللي تقدر تتنزه فيها فابور، وتلعب بقى الدراري ولادك يلعبوا، تعيش حياتك هنا وتفصل من اي صداع. ودلوقتي جايين نخش مول، هو اكبر مول في افريقيا واكبر مول في المغرب، موجود في كذا معلم من معالم كذا. ندخل دلوقتي نشوفه، يلا بينا. ودلوقتي جينا مكان تبع المول بس بره الجردة، فيها هناك نافورة مية، خضرة الاتجاه ده البحر، وكافيهات بقى. كل الصف ده كافيهات، ده الصف اللي في ظهر المول، وهنا بتطل على البحيرة نافورة مية اصلا، يعني هي بحيرة اصطناعية ونافورة مية بتشتغل وبتعمل هنا شكل جامد، بس مش دلوقتي. والبحر اهو. ودلوقتي جينا مسجد الحسن الثاني، وقت الفطار علشان نفطر من اجمل الحاجات اللي انا حابب اجربها هنا، فيلا بينا. ده بقى المنظر اللي انت بتشوفه وانت قاعد بتفطر هنا، مسجد الحسن الثاني، حاجة خيال. بصوا ادي المأذنة، قاعدين تحت المأذنة بالظبط، كل الناس هنا متجمعة وبتفطر، وادي الغروب هناك. وفي بقى الناس بتدخل المسجد جوه علشان تفطر جوه، عادي مسموح، بس احنا حبينا نكون في الهواء ونحضر الغروب، هيبقى منظر جامد. دخلنا دلوقتي عشان نصلي صلاة العشاء عند شيخ الكزبري، النهاردة بيقولوا ان هو ممكن يختم القرآن، فأنا اصلا حابب اصلي في الحسن الثاني التراويح.
ان شاء الله هاجي هنا تاني يوم 27 وهعمل فيديو باذن الله. بس خلينا نصلي هنا في السريع ونبقى نستنى لل 27. وبكده فيديو النهارده يكون خلص. كذا مدينه كبيره جامده، استمتعت جدا باليوم ده، وان شاء الله استنوني في الفيديو الجاي سواء في كذا او في غيره مش عارف، بس استنوني في الفيديو الجاي وان شاء الله هنقضي عيد جامد وليله 27 جامده في رمضان اول مره، ومستمتع جدا ان انا هقضيها هنا وهشوف تقاليد المغرب فيها. ان شاء الله هنصور لكم الفيديو الجاي في ليله 27 او في العيد او ممكن بجوج، مين يعلم. وبس كده، سلامه.